أيها المواطنون الأوفياء، نقف هذا اليوم وقفة تقدير واعتزاز لكافة الجهود المخلصة التي بذلت خدمة للوطن الأبي المعطاء. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم احفظ عمان وقائدها وشعبها، اللهم آمين يا رب العالمين. وفي هذا اليوم مجهزين لكم عدة مقابلات، مجهزين لكم عدة ناس شعراء، وأول شاعرنا لهذا اليوم هلال الشيادي. صباح الخير يا هلال. شكله راح شاعرنا. لا يا هلال تعرف يمكن تلقاه هلال من كثر ما فرحان بالاتصال، أو يعني فرحة هذا اليوم اللي هو فرحة الوطن تعتبر فرحة غير عن كل الأفراح. فهلال إن شاء الله راح تشاركنا في قادم الوقت بالاتصال. إذا أحبتنا المستمعين في هذا اليوم، طبعا يوم 23 من يوليو التي أشرقت شمس عمان على هذا الوطن، ويعني خرجت من الظلمات إلى النور مع قائد ملهم، كل عام وعماننا الحبيبة بألف خير في ظل القيادة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك أيضا كل عام والجميع بألف خير بمناسبة 23 من يوليو. إذن مثل ما ذكرت فاطمة، عفوا فاطمة، لا هذا من الحماس، من الحماس سامحيني شيء ما على يعني دشيت علينا الاستوديو ولعوزت كل شيء لخبطة كامل. عموما شعرنا هلال الشيادي، شعر الجميل اللي معروف بقصائده في كل مناسبة، دائما ما نشوف كذا أبيات الشعرية تتألق ونراها يعني في كل مناسبة، فما بالك بالمناسبة الوطنية. شعرنا هلال الشيادي معنا على الاتصال وعلى الخط. صباح الخير شعر هلال. صباح البركة، صباح النور، صباح النهضة الطيبة والمباركة، حياكم الله يا عزيزي، حياكم الله. يا مرحبا. الله عليك يا هلال، ما شاء الله عليك داخل بقوة من البداية. لازم من الحماس، من الحماس. كيف فرح اليوم معك هلال، خاصة اليوم 23 من يوليو؟ والله حقيقة هذا اليوم صباح استثنائي، صباح جميل، حتى هبة الكوس غير يعني الله، كأنها تذكرنا بالكوس اللي كان في أول يوم النهضة 23 يوليو عام 1970 أتوقع، هو نفس الكوس ونفس النفحات والنسمات الجميلة اللي تصب من بحر عمان على شواطينا الحالمة التي امتدت إليها النهضة المباركة. أكيد وهذه الله يحييك، وأكيد هذه الفرحة يعني عام بعد عام هي نفس الفرحة اللي دائما ما يعني تتخلل كل عماني عايش على هذا الوطن الجميل. أكيد نعم. هلال، بهذه المناسبة اللي هي 23 من يوليو المجيدة، كل ما يعني حاب تشاركنا فيها من خلال هذا اليوم الجميل، اليوم الوطني، هذا اليوم اللي دائما ما يتخلل السعادة والفرحة في قلوب الجميع. والله مهما قلنا ومهما تكلمنا عن عمان وعن قائدها المعظم، فهو حقيقة تقصير وقليل في حق هذا البلد العظيم، في هذا القائد الملهم، في هذا الشعب النبيل الأبي. وإن الحين أنا في طريقي إلى صلالة، دروب السلامة يا رب. أمين. وراء المنجزات والإنجازات العظيمة من على يمين الشارع وعلى يسار الشارع لا تنقطع أبدا الحقيقة، يعني الواحد يحمد ربه ويشكره على هذه العطايا الكثيرة التي يعني قلما تنقطع في الطريق بحقيقة يعني. نعم. جميل. طيب شعرنا يلا يعني في كل المناسبة يعني الشاعر يكون له شعر الخاص، ولكن في مناسبة الوطن وفي شعر الوطن الشعر يكون مميز عن كل المناسبات. أكيد طبعا الوطن من ما يقال، على فكرة أنا أول قصيدة كتبتها هي في الوطن. ما شاء الله يعني تسمعنا شيء منها شيء كذا؟ كنت صف الخامس ما شاء الله الكريم، زمان يعني بعدها باقية ولا راحت خلاص تقريبا يعني هي كانت شعار طفولة يعني أتذكر يعني كانت في حصة تعبير قال المعلم قال لي كتبوا تعبير في الوطن واللي حافظ بيتين يكتبهم في الوطن،
كنت انا ما بكتب من شعر غير بكتب من نعيم، كتبت بيتين اللي اتذكرهم نحبك من قلوبنا يا وطن، ونحميك بدمنا من كل المحن، ونظل نحبك على طول الزمن كذا يعني بهذا المعنى. الله عليك. الله عليك يا هلال. هلا قلت اتذكرها يعني. ونحن اعتدنا على كل مناسبه نسمع الابيات الجميله الشعريه من الشاعر هلال الشيادي على كل مناسبه، سواء كان يوم النهضه او المناسبات الوطنيه الاخرى. والله جزاك الله خير، وانا حقيقه اول قبل ما ابدا القصيده احيي المذيعتنا شيماء الشياديه حقيقه. الله يحييك يا رب. اعرفها شخصيه وسعيد جدا هذا الظهور الجميل منك حقيقة وحقيقة، وأتمنى لك تستقبل رائع في الإذاعة بإذن الله. آمين يا رب. معكم قصيدة بعنوان شموخ قائد والطموح وطن. نعم نسمع شعرنا. تمام. نحن كذا تحمسنا صراحة. وانا دائما ما اتحمس بالابيات الشعريه للشاعر هلال الشيادي، دائما ما اساله يعني ايش انتم محضرين لهذا اليوم. جزاك الله خير. مجئت تمسك في عمان زمامه، مجئت تمسك في عمان زمامه، مدت يداك الى القلوب سلامه، وعلوت تسبق كل نجم لامع، فاتتك تقتبس النجوم غرامه، وحملت في يدك السلامه، فلا ترى متجبرا إلا انبريت حساما، رفعت في بلد الأمانة زمردا حتى لبسنا أرضنا أختاما، ومضيت توقظ للطموح جناحه وتسابق الآمال والأحلام، فكأنك البدر المشع توتبا، وطموحنا يهفو لديك مراما، إيمانك الوضاء شعل المدى فتزينت أنحاؤنا إسلاما، بيديك قرآن وقلبك رحمة، عيناك عفو في الرجوع تراما، قابوس حيتك الجبال جميعها، إذ لم تجدك شموخ هامك هاما، وتراك معجبة عيون ترابنا، إذ سابقت أقدامك الإقدام، أكرمت هذه الأرض حين أتيتنا، ورفعتنا في العالمين كراما، ونراك ما بين الجلالة شامخا تسمو بتيجان الفخار مقاما، إن مر ذكرك في حقول سطورنا فاضت به كلماتنا أنساما، وإذا كتبتك في القصيدة نغمة وقفت قواس العاشقين قياما، كن أنت فينا في الصفوف أماما، إذ كان قلبك في عمان إماما، أيداك هاتيك التي جادت لنا، أم أن غيما في عمان تهاما، أعلنتها إني سأعمل جاهدا، يا شعب فاسعد في الحياة دواما، فإذا بنا يزهو بنا مستقبل، وزهت بك الأعوام عاما عاما، حتى العماني الأبي إذا مشى ألقت خطاه على التراب وساما، فخرا تفيض حياته وسعادة لما غدت أحلامه أعلاما، من حولك الأرواح حلق نورها حبا، وتجتمع القلوب وئاما، لم ندر ما معنى الخلاف، ولم نكن إلا لنمسح فرقة وخصاما، نحن الذين إذا ذكرنا في الورى فاضت صحاف المادحين كلاما، حتى كتبنا للشعوب بأننا نحن العمانيين نفح خزاما، تاريخنا شأت رؤى جدرانه فينا، وأطرب ذكرها الأيام، عبرت على ورق الجلال قناعنا، لما اعتلت بيد الهدى أقلاما، وأتيت يا قابوس فخر زماننا، فلنا الفخار معاصرين قداما، دم سيدي ألقا يبث سعادة فينا، ويمحو كربة وظلاما، ويمحو كربة وظلاما. وصح لسانك يا شاعرنا ما شاء الله، الكلمات جدا جميلة يعني صراحة، الكلمات يمكن هي تعبر عن مشاعر الشاعر بنفسه يعني، يمكن هاي الكلمات راح توصل لكل من يستمع الإذاعة، أيضا لكل من يتابع إذاعة الشبيبة. صح لسانك يا شاعرنا. وفي كلمة أخيرة يا هلال، أرفع أسماء الثاني وتبريكا إلى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس السعيد المعظم بهذه المناسبة العطيرة الجميلة الرائعة على قلب كل عماني، وإلى كل عماني في هذا البلد
مبارك لهم هذه النهضة التي ستكمل إن شاء الله بعد عام يبيلها الذهبي. وكل عام كل عمان بخير وسعادة ورخاء ونماء بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك يا هلال الشيادي، شاعر من الشعراء العمانيين اللي دايما ما يطربونا بشعرهم، دايما ما نحب نسمع لهم كل الأشعار الموجودة معهم. شكرا لك يا هلال. شكرا لك يا بارك لك يا مرحبا. الله يحفظك يا رب، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. شكرا لك يا هلال. شكرا لك يا لقاء. إذن هذا كان استفتاحنا وياكم مستمعين من خلال هذا البث المفتوح بالاحتفال والاحتفاء أيضا بمناسبة 23 من يوليو المجيد، يوم النهضة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على صاحب الجلالة وعلى الشعب العماني بكل خير وبركة. شعرنا هلال الشيادي كان يقول في قصيدة أن تزهو بك الأعوام عاما بعد عام، فإحنا نقول تزهو بك الأعوام عاما بعد عاما، نقول اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ شعوب كل المسلمين من كل شر، وكل عام والجميع بخير بمناسبة يوم النهضة المباركة. تزهو بك الأعوام عاما بعد عام. وحياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة في هذه الساعة الجميلة من ساعات برنامجنا لهذا اليوم على أثير إذاعة الشبيبة. اللي حاب يشاركنا، اللي حاب يتواصل معنا على أرقام التواصل، وأيضا لكل من مثبت الموجة وحابين يتابعنا عبر حساباتنا في تويتر وحسابنا أيضا في اليوتيوب لايف، وأيضا اللي حاب يشاركنا كلمات وطنية، كلمات حب بهذا اليوم المميز 23 من يوليو. شيء ما يمكن أعظم هدية تهديها للوطن هو أنك تنجز باسم الوطن وترفع علم السلطنة عالي في كل المحافل سواء كانت المحلية أو حتى الدولية. وجميل جدا أن يكون هذا الإنجاز وأنت في عمر صغير وفي سن صغير تنجز بهذه الإنجازات. توقع يعني الكثير منا يعني يحاول أن يهدي الوطن ولو شيء بسيط، فما بالك أنك تنجز في عمل كبير وترفع علم السلطنة في مختلف المحافل الدولية. آخر محفل من المحافل الدولية هو كان في الفورمولا، في سباق الفورمولا 4 في الهند، لما فاز فيه شهاب الحبسي وحقق المركز الأول في البطولة الآسيوية للفورمولا 4 في الهند. شهاب الحبسي معنا على الاتصال، نقول له صباح الخير. صباح النور والسرور. يا مرحبا فيك شهاب. الحمد لله على السلامة أول شيء، ومبارك لك الإنجاز الأخير. مباشرة نبدأ مع الإنجاز الأخير. الله يسلمك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كان عشان تحقق الإنجاز أكيد كان شيء صعب، لكن الحمد لله كنت قدها وقدودة. الحمد لله رب العالمين. إشهاب، تكلمنا عن آخر بطولة شاركت فيها، كانت في مدينة تشناي في الهند وفزت فيها في المركز الأول الفورمولا 4، وإن شاء الله أخبال ما نشوفك في الفورمولا 3. إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا كان واقف صعب، كان طويل، كان مدة طويلة تقريبا 25 دقيقة. نعم. مسابقين كان عندهم كلهم خبرة متمكنين، في واحد مسابق أيرلندي لوكا آلن، صنفين على 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 العالم والحمد لله رب العالمين. السباق الأول حصلت مركز الأول، بعد في يعني سباقات تأهلك حق السباق النهائي. الحمد لله أنا تأهلت في السباق النهائي وثبت وجودي في آخر سباق، وأكيد كان الإطارات شيء لازم المسابقة يتأقلم عليه، لأن على هذه الدرجات الحرارة العالية لازم المسابقة يتأقلم عليه. طيب شهاب، يعني الحمد لله رب العالمين عندك الكثير من الإنجازات سواء كان في الهند أو حتى في المسابقات الأخرى، وش هو شعورك لما ينادون باسم شهاب الحبسي من سلطنة عمان وترفع العلم وتروح على المنصة وتطلع على الدرجة اللي مكتوب عليها الرقم واحد؟ إيش شعورك تجاه وطنك في هذه اللحظة؟ أكيد شعوري لا يوصف، وأنا على كل إنجازاتي أكيد أهديها كلها للشعب العماني، وأهديها بعد لهونان أحضر صاحب الجلالة سلطان قابوس السعدي المعظم رضى الله ورعاه والشعب العماني كانهم دائما يستاهل. نعم. طيب شهاب، مشوارك القادم، تكلمنا كذا في سؤالنا الأخير، بعد الفورمولا 4 ومسابقة الهند، وين راح يتواجد شهاب
احنا نعرفك الحين في صلالة، اتوقع وانه في طريقك الى صلالة. حاليا تو طريقي الى صلالة ان شاء الله. الله يحفظك. كل ضيوفنا اليوم ماشيين صلالة في الدرب. طيب شهاب، المسابقة القادمة شهاب ان شاء الله السباق القادم بيكون في اسبانيا. نعم. على حلبة جريل، حلبة عالمية، حلبة فرمولون. سابقا بيكون سابقين عالميين حتى مصنفين متأهلين. نعم. اكيد بيكون سباق صعب، محتمل بيكون في امطار، بس كي لازم نكون جاهزين بكل النواحي. وان شاء الله الفورمولا 3 الحمد لله تأهلت لها، حصلت النقاط الكافية عشان انتقل لها، صنف لها، لكن فقط الشيء ناقصنا هو الدعم. إن شاء الله معك قلبا وقالبا شهاب. وشهاب، مناسبة اليوم اللي هو 23 من يوليو المجيد، كلمة فرح حابة تشاركنا فيها عبر أثير إذاعة الشبيبة؟ أكيد هو يوم فرح، وأكيد بعد هذا يوم مبارك كما قلتلكم إنجازاتي هديها لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قوي الصادق العظيم، أيضا معظم حفظ الله ورعاه. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وشهاب نشكرك على هذا الاتصال الجميل، مشاركتك معنا أيضا عبر أثير إذاعة الشبيبة. نتمنى لك إن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز أكبر بإذن الله في المستقبل العاجل. إن شاء الله بإذن الله تعالى. نشوفك في الفورمولا 3 شهاب. نعم. نشوفك في الفورمولا 3. إن شاء الله بإذن الله. طيب يا شهاب، شكرا لك، شكرا على هذه المشاركة، وشكرا على وقتك يا شهاب. الله يعطيك الصحة والعافية. درب السلامة إن شاء الله. قول شهاب. بعد أتواصل معي. هذا واجبنا يا شهاب. درب السلامة إن شاء الله. إن شاء الله. يا مرحبا. طيب معنا اتصال. على طول نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معنا؟ حياك استاذي، معك سليمان العاصمي. يا مرحبا سليمان العاصمي، صديق البرنامج وصديق الاذاعه في كل البرامج، حياك سليمان. على راسي والله، كل عام وانت بخير، وكل عام وهذا الوطن الغالي والقائد العزيز طبعا نحن. وانت بصحه وسلامه يا سليمان. تقدم ان شاء الله. الله دائما هي كل ايام مجيده نعيشها في ظل طبعا الناس تعبر عن نفسها. كل عام وانت بخير، صباحك فرحه. يوم النهضه المباركه 23 ليس تاريخ عابرا، بل هو ميلاد وطن النهضه. شبرا عمت في كل ميلاد طبعا شبر من كل عمان طبعا يفكر ويعبر عن هالمناسبة، تبقى طبعا في ذكر العمانيين إلى الأبد. وبمناسبة يوم النهضة المبارك 23 يوليو، وندعو الله أن يحفظ سلطاننا ونتجاوب الأمر المجيد، والله يطول في عمره إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا سليمان، شكرا على مشاركتك. والله شكرا، نهنيكم جميعا، كل طبعا الإعلاميين أخواننا طبعا في إذاعة الشبيب على جهودكم الجميلة، ما شاء الله عليكم من الصباح الباكر، نحييكم وأنتم دائما ما تكون العين طبعا للمستمعين في كل منجزات طبعا في كل المحافظات والولايات، ما شاء الله عليكم مجاهدين طبعا، وانا أشكركم وأحييكم دائما جميعا. هذا الله يسلمك، هذا أقل شيء احنا نسويه عشان الوطن، واحنا بس نقول ربي يحفظكم ويوفقكم ومنتقدم ان شاء الله كل برامجكم ان شاء الله. يعطيك العافيه، شكرا على تواصلك معنا يا سليمان، دائما ما يعني في كل البرامج نجدك حاضر معنا. والله انتم دائما اللي تكذبون اليكم بمواضيعكم وفقراتكم جميله وبرامجكم الرائعه، وما شاء الله تقديمكم الجميل كلكم طبعا في الاذاعه. تسلم تسلم، انا احييكم طبعا والى الشرف التواصل. يا مرحبا، بس عاد ليش ما تشارك معنا في مواضيع حلقات؟ اجي على تويتر، اجي على الواتساب، ما عليك، نقرا في كل مكان تحصلني. زين، عاد نترياك من بكره انك تشارك في موضوع الحلقه ان شاء الله. والله هذا اوقات نكون احنا بعيدين على الاذاعه، بس نبص البصمه لو ان بدعاء لكم. ما تقصر، بارك الله فيك، هذا من طيب اصلك. تسلم، يعطيك العافيه، شكرا لك يا سليمان. كل واحد يقدر كذا يعني يعبر عنه عن حبه للوطن، هذا اتصال ثاني. يلا نروح، ما بروح اتكلم انا اليوم شكلي. نروح ناخذ نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معنا؟ معكم مسلم العمري. يا مرحبا مسلم، والنعم. يا حي وسهلا فيكم والله، وسعدتونا بهذا البرنامج الجميل، وكذلك مثل ما تفضل اخونا قبل قليل المتصل. نعم. يعني انتم دائما تواكبوا هذه الاحداث، وهذه الحدث الكبير والهام اللي هي ذكرى 23 من يوليو المجيد من كل عام. نعم.
هذا واجبنا وهذا أقل من الواجب تجاه أعمال وتجاه أكيد. ونحن أيضا سعيدين بتواصل مستمعين معنا, يعني هم يعبروا عن مشاعرهم. أنا يعني تابع اللايف الحين بيشوف إن الابتسامة شاقة من الخد للخد الثاني. تسلموا هذا من طيب أصلكم. والوطن مهما قلنا فيه ومهما كتبنا عنه ومهما علقنا عنه, يعني يظل ما راح نوفي حقه يعني. أكيد بصحيح العبارة. يعني كيف الأجواء معكم هناك في الجنوب؟ كيف الأجواء معكم؟ والله أنا حاليا متواجد حاليا في مدينة صلالة, فالأجواء طيبة. اليوم الجو ربما مشمس, فالجو لطيف جدا هنا في صلالة والجو حلوة. نتمنى أنكم تكونوا حاضرين ما بيننا, حتى وإن إذاعة الشبيبة متواجدة في 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 صلالة. نعم موجودين الشباب هناك ما مقصرين, ومن بعدنا نحن مباشرة ننتقل لصلالة مع أمل الجهوري ومن بعدها راشد, موجودين هناك في برامج مختلفة لحد الساعة 9. إيش تقول بالضبط في هذا المناسبة؟ طبعا اولا ارفع اسمايات الثاني والتبريكات الى مولانا جلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم, والى الاسره المالكه الكريمه, والى الشعب العماني بمناسبه ذكرى 23 من يوليو. دام على جلاله السلطان الصحه والسلامه والعافيه, والى الشعب العماني في تقدم وازدهار وإلى الأمام, وتزهو بك الأعوام عاما بعد عام. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك يا العمري, شكرا على حذوبة كلامك وتهنئتك وباين الفرح من خلال الكلمات اللي قلتها قبل شوي. أشكركم وكل التحية لكم ولأسرة البرنامج ولإذاعة الشبيبة اللي دائما تكون سباقة في مواكبة الأحداث, هذا واجب بالذات الأحداث الوطنية وفي كافة المناسبات المختلفة. يعطيك العافية, ما قصرت, شكرا لك على تحياتي لكم وكل التحية. تحية لك يا مرحبا. إذا نتفق على مسألة واحدة, أن الواحد اليوم كل واحد منا يريد يعبر عن 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 مشاعره الصادقة تجاه هذه تجاه هذا الوطن وتجاه أيضا قائد هذا الوطن وتجاه أيضا هذه المناسبة الكريمة اللي تمر علينا في كل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني مناسبة عظيمة, وكل الشعب العماني وصاحب الجلالة أيضا بخير ونعمة وازدهار ومن نماء إلى نماء آخر بإذن الله. أكيد. وخالد اليوم فرحة غير اليوم استثنائي بصراحة, يعني في اللي هو اتصالات ومكالمات ومشاركات المستمعين وتعبيرهم عن فرحتهم وصدق مشاعرهم. يعني الكلمات ما زالت يعني توصل يعني لقلوبنا, يعني نلتمس الكلمات ونلتمس الفرحة. وأيضا يعني حابين نشكرهم على هذا التواصل الجميل, وأنا ما أعرف ليش ما قادرة أعبر عن مشاعري اليوم. والعمري قبل شوي بالاتصال قال الشمس طالعة في صلالة, هذه مش شمس, هذه شمس الوطن, شمس الوطن وشمس 23 يوليو. تحية لكم مستمعين كل عام وانتم بخير. 24/9/4/0 رسائل كثيرة راح نقرأها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لا تروحون بعيد وخليكم دائما على الشبيبة اف ام. كل عام والجميع بألف خير. 23 يوليو المجيد في مساحتنا المفتوحة لكم وعلى الشبيبة اف ام وأثير الشبيبة اف ام, وهوانا اليوم مختلف بهوى 23 يوليو. حياكم الله مستمعين, متواصلين وياكم دائما على الخير والمحبة في هذه المساحة المفتوحة بالاحتفال ب 23 يوليو المجيد, يوم النهضة المباركة. صباحكم إن شاء الله صباح وطن. صباح 23 من يوليو صوت يستنهض بالهمم لبناء الوطن الحبيب, فهب أبناء عمان ملبين النداء حبا وكرامة وولاء واعتزازا. ودائما نقول في هذا اليوم صوت للنهضة ينادى, اللي كان في 23 من يوليو في عام 1970. نروح لرسائلكم اللي وصلتنا على رقم الواتساب 9473975, والأغلب كذا يعني يكتب حروف لهذا الوطن ويعبر عن مشاعر الصادقة في حب هذا الوطن من خلال المسجات والرسائل اللي توصلنا على رقم الواتساب للمشاركة مستمعين في هذه السارحة خلنا نقول من الوقت, وأيضا البرنامج المفتوح للاحتفال بالثالث والعشرين من يوليو المجيد. في إهداء خاص لشيماء, حطي لك وردة.
الله يعلي. شكرا. صاحب الرقم ما أدري إذا صاحبة الرقم. أرى من بعيد سحبا من الفرج تجتمع، أراها تستعد لتمطر حولنا، فرحا يروي جفاف القلوب، فرحا ينهمر فتنبت بأجمل الأماني. صباح الخير وصباحكم وطن. شكرا لك على رسالتك، أو شكرا لك على رسالتك ما أدري. أيضا في صاحب الرقم 1435 صديق البرنامج سليمان سعيد العاصمي اللي قبل شوي كلمنا، كاتب: عندما تشرق النهضة على أمة فإن وراء ذلك أشرق رجل، فكل عام وعمان أسمى بقابوس، وكل عام وقلوبنا تنبض بحبك الأب القائد والزعيم. 23 من يوليو المجيد، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة 23 يوليو المجيد. شكرا لجهودكم طاقم البرنامج، ربي يوفقكم. سليمان سعيد العاصمي، شكرا لك يا سليمان سعيد العاصمي. وأيضا من ضمن المشاركات عوض يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح المجد والعز، صباحك نور وسعادة يا رب، وصباحك وطني العوض. وأيضا من ضمن المشاركات يقول ميدو: صباح عماني يحمل معاه كل الأماني، صباحك يا وطن، صباح هذا اليوم الجميل، صباح هذا السعادة، صباح رسائلكم اللي دائما ما تدخل الفرحة في قلوبنا ونحن نقراها. أيضا في رسالة من صاحب الرقم 922 يقول: بكتب في تواريخي زحام شخصا واحد لكن هيبة أمم، كابوس. شكرا لك يا صاحب الرقم 922. روح لرسالة أخرى هذه المرة من صاحب الرقم 454 23 يوليو المجيد: يوم النهضة المباركة، كل عام وعماننا وشعبها وقائدها بخير. شكرا لك على رسالتك وتواصلك معنا. أيضا في مجموعة من الرسائل أيضا يقول: نرفع آيات التهاني والتبريكات لمولانا صاحب الجلالة قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة يوم النهضة المباركة. الله يديم لبلادنا الحبيبة والشامخة بالصحة ووئام، وأن يعمل الإنسان بكل جهد وسلام حتى تبقى عمان في تطور وازدهار. شكرا لك يا صاحب الرقم 066، وأكيد معك. أكيد نشكر كل من تواصل معنا، كل ما يعني كلماتكم وصلتنا، يعني وصلت لقلوبنا، وصلت أيضا لكل من يستمع إلى إذاعة الشبيبة. نشكركم على تواصلكم، واللي حاب أيضا يشاركنا على أرقام التواصل 947-397-5 هذا عن طريق الواتساب، ولكن اللي حاب يسمعنا صوته ما عليه غير أن يتصل على 2-4-9-4-0 يسمع أصواتكم الجميلة. وحتى على تويتر شيء ما بمكانهم أن يشاركونا على آت الشبيبة FM، وحتى على حسابنا على الإنستغرام. ودائما نقول أن فرحة اليوم لا تخلو ولا تحلو إلا بمشاركاتكم وسماع أصواتكم الجميلة. مع تباشير ذكرى يوم 23 من يوليو المجيد في عام 1970، يوم النهضة المباركة، حيث في هذا التاريخ المميز شع ضياء الفرحة على أرجاء عمان، نجدد هذا الولاء والعرفان لقائد النهضة المباركة. حياكم الله من جديد مستمعين، متواصلين وياكم بإذن الله للساعة الثانية ظهرا، أنا وشي ما فقط، ولكن في مساحتنا المفتوحة متواصلين وياكم بإذن الله لحد التاسعة مساء في برنامج مفتوح خاص بالاحتفال والاحتفاء بيوم النهضة المباركة. الكل يبدع في مجال، أكيد شيماء، في مجال الثقافة، في مجال الرياضة، في مجال أيضا حتى المجالات المختلفة الأخرى، المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وحتى المجالات اللي فيها العلوم المختلفة. أكيد، ومهما كان الإنجاز راح يكون الإنجاز يحمل فيه طيات العديد من المعاني، العديد من الكلمات والفرحة. واليوم طبعا راح نشارككم منجزاتكم، راح نشارككم كلماتكم، وأيضا اللي هو مشاعركم الطيبة الموجودة معاكم وين ما كنتوا تروحون وين ما كنتوا تستمعون أيضا إلى إذاعة الشبيبة. من خلال هذا اليوم، من خلال هذه الاستضافة، راح نستضيف اليوم معانا الممثل والمخرج حارث النوفلي. نقول مساء الخير حارث، المساحة مفتوحة لك، وبالبداية دايما مع ضيوفنا نقول أكيد كل عام والجميع بألف خير بمناسبة يوم النهضة المباركة. حارث مساك الله بالخير. مساء النور جميعا، ومساء النور لمستمعين إذاعة الشبيبة ولجميع الشعب العماني بمناسبة يوم النهضة. حقيقة نهنئ نفسنا كعمانيين، كشعب عماني من شباب وشيبة بهذا اليوم المبارك، ونهنئ المقام السامي حضرة صاحب الجلالة. اللهم آمين يا رب العالمين. وحارث، بمناسبة هذا اليوم اللي هو اليوم السعيد على قلوب الجميع 23 من يوليو المجيد، كلمة فرحة بتشاركنا فيها عبر أثير إذاعة الشبيبة.
والله حقيقة نحن يعتبر هذا يوم مثالي بالنسبة لنا نحن. صح أن الشعب العماني اليوم في إجازة، ولكن أغلب أتوقع المؤسسات وأغلب الجهات تحتفل بهذا اليوم بشكل خاص. عورنا فؤادي لما قال في إجازة لنا على طول شاف علي ذيك النظرة. حقيقة نحن نشارك الأمر لأن في استعدادنا في الجامعة الألمانية أن نحتفل بهذا اليوم مساء هذا اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 7:30 يعني تماشيا مع الأكاديمية الصيفية بالجامعة الألمانية، وبإذن الله سيكون هناك احتفال خاص في يوم النهضة لأن مناسبة عزيزة علينا ومن الصعب أنها تمر علينا مرور الجرام حقيقة. أكيد. وحارث يعني أنت الحين ذكرت أن اليوم الجامعة الألمانية راح تحتفل باليوم النهضة، يعني ممكن تخبرنا إيش يعني المشاركات أو إيش الأشياء اللي أنتم حاضرينها لهذا اليوم؟ والله حقيقة مثل ما أسلفت هي تماشيا مع الأكاديمية الصيفية بالجامعة الألمانية. طبعا سنويا الجامعة الألمانية تستقبل طلبة مدارس لمدة أسبوعين، ومن ضمن المسابقات الموجودة في هذه الأكاديمية مسابقة موهوب الأكاديمية الصيفية بالجامعة الألمانية، وحبينا أن نجمج الفعاليتين بعضهم بعض، وبإذن الله سيكون هناك احتفال في المواهب التي ستعرض، وأغلب المواهب ستقدم مواهبها بشكل وبثيمة وطنية حقيقة، يعني هي المرحلة النهائية، وأنا لزمت على المواهب أن تكون ثيمة وطنية، فرسام راح يرسم رسمة وطنية، والشاعر راح يقول قصيدة وطنية، والخطابة راح تكون هناك خطابة وطنية، والعزف راح يكون وطني، فكل حاجة راح تكون وطنية بإذن الله، فكل المواهب الموجودة معنا في الأكاديمية راح تقدم ما هو وطنية بإذن الله. وجميل أن هذه المواهب تكون حاضرة خلال هذا اليوم اللي هو 23 من يوليو، يعني تكون هذه المواهب مسموعة، وأيضا ليست فقط مسموعة، الجميع بعد أن يشوفها ويشاهدها. حارث النوفل، أنت كان معك إنجازات، ممكن هذه الإنجازات ليست فقط على مستوى السلطنة وإنما على خارج مستوى السلطنة، ممكن تحدثنا عنها شوي؟ والله حقيقة هي ما تعتبر إنجازات، هي يعني أهداف وطموح يمكن حارث تعالها، والحمد لله رب العالمين ان ما زلت مستمر على هذا الخطى. طبعا بدأت مسيرتي المسرحية في عام 2011 كممثل، يعني ما ممثل بطولة، ممثل من ضمن المجاميع او الجوقة كما يقال عنهم في المسرح، واستمر معي هذا الحال الى 2015 وانا لم يعني ما مسكت ولا بطولة ولا مسكت خراج عمل، فكنت في مرحلة بالنسبة لي مرحلة تعلم حقيقة. عام 2015 مباشرة اتجهت للإخراج، يعني بالنسبة لي كانت قفزة من التمثيل بجوقة إلى الإخراج بشكل عام يعني. الحمد لله رب العالمين شاركت في مهرجان الجامعي على مستوى كلية العلوم التطبيقية، وحصلت على جائزة أفضل مخرج ثاني في هذه المسابقة، وبعد ذلك انضميت إلى فرقة الدن للثقافة والفن، وكذلك انضميت كموظف في الجامعة الألمانية، ويعني مسكت إشراف جماعة المسرح، شاركنا في عدة مسابقات أبرزها مهرجان الدن العربي في مسرحية الشارع من أتى أولا، حققنا فيها بعض الجوائز ولكن ما حققت فيها في الإخراج. جينا السنة اللي بعدها وشاركنا كذلك في نفس المسابقة في مهرجان الشارع في مسرحية الحلاج، وحققت فيها حقيقة أفضل مخرج على المسابقة. شاركت في مسابقة الساعات الشبابية العام الماضي كممثل، وحققت كذلك جائزة أفضل ممثل ثاني على مستوى محافظة الظاهرة والبريمي، وهذه السنة دخلت في مسابقة الساعات الشبابية كمخرج آخر أعمالي كان مسرحية الدجاجة، وحققت في كذلك جائزة أفضل عرض متكامل على مستوى شمال باطنة، وأفضل عرض متكامل على ثاني على مستوى السلطنة، وأفضل مخرج ثاني. وبإذن الله هناك يعني خبر لا زال يعني متحفظ لم نعرفه إلى الآن، إن مسرحية الدجاجة ستكون لها كلمة ولكن ليست محلية بإذن الله. هذا الخبر حقيقة حصري على إذاعة كبيرة، وبإذن الله سيكون الإعلان عنها هو قادم من الأيام. طيب يا حارث، كل التوفيق لكم والكل القائمين على هذه المسرحية والمشاركات أيضا للخارجية. طيب خلني أسألك وأربط الموضوع فقط اليوم، الحراك الثقافي خاصة في عالم المسرح، يعني أنا للأمانة حارث أعرفه وأتذكر من أيام كلية صور وكيف كان متألق في بداياته مع شلة
مع مجموعة من محمد الضبعوني وجماعة نوجه له تحية أكيد. فحارث اليوم كيف تشوف يعني والله الحركة الثقافية من خلال عالم المسرح الخشبة السمراء يعني شيء جدا مهم وأنا أشوف الشباب يعني متوجه بشكل كبير خاصة لهذا الجانب، كيف تشوف هذا الجانب في السلطنة؟ خلينا نتكلم على الصعيد المحلي. نحن يكاد خلال خلينا نتكلم عن خلال 5 سنوات الأخيرة الحراك المسرحي ما يتوقف معنا في السلطنة. يعني وصلنا نحن حتى يعني وصلنا لمرحلة يعني التعب، لأن ما تقريبا شهر أو شهرين ما فيه مهرجان مسرحي أو مسابقة مسرحية أو ما شابه يعني. يعني وهذا الشيء يعود إلى الشباب، يعني أنا تحية للشباب العماني يعني المهتم بهذا المجال، مع أننا في الدولة ما معانا أي معهد أو مكان أو كلية متخصصة في هذا المجال المسرح، هي عبارة عن مواهب مجتمعة في مكان واحد يمارسوا موهبتهم بكل حب وبكل شغف. وأقف على كلمة شغف، هو الشيء أو السر الوحيد اللي في الشاب العماني اللي الحمد لله رب العالمين. يعني نقول ان الحراك المسرحي الشاب، خليني اركز على كلمه الشاب، لا يتوقف معنا في السلطنة. طيب حارث، هذا الشيء يستمر يعني مشاركاتكم الخارجية لما والله تحصل جائزة على صعيد شخصي وعلى صعيد يعني المجموعة اللي عندكم وانتوا ترفعون علم السلطنة، كيف يكون شعوركم في هذه اللحظة؟ هذا شعور يعني انا حقيقة من المتشوقين اللي اشعر فيه خلال الايام القادمة وفي شهر اغسطس باذن الله في بلد عربي. ف يعني خليني اقول لك ان جالسين نحضر دحين للجو اللي بنصنعه، ان نحن يعني تبين الثقافة العمانية في البلد اكثر من العمل بنفسه. هذا المطلوب يعني منكم انتم يعني كونكم سفراء للمسرح في الخارج. بالضبط، نحن حاملين خلينا نقول حاملين ليس اسم مؤسسة ولا اسم أشخاص، نحن حاملين اسم بلد ككل. نعم. يعني المهمة يعني الحمل خلينا نقول عنه ثقيل بغض النظر عن العمل وكيف سيكون فنيا وكيف ستكون نتائج، لأن هي مسابقة في النهاية، كيف ستكون نتائج. نحن أولا وأخيرا حاملين ثقافتنا واسم بلدنا، وبإذن الله سنمثل بلدنا بإذن الله خير تمثيل بإذن الله يا رب العالمين. وحارث كلمة أخيرة حابب توجهها لإذاعة الشبيبة وأيضا حابب توجهها لهذا اليوم اللي هو يوم فرحة وطننا لكل مواطن عماني على هذه الأرض. والله شكرا لإذاعة الشبيبة بداية على هذه الاستضافة، جدا سعيدين نحن كشباب عمانيين نستضاف في مثل هذه الإذاعات يعني متألقة، فشكرا يعني من القلب. نقول بهذه المناسبة بإذن الله سنة يعني سنكون نحن كشباب عماني سيقف في يوم من الأيام البلد على سواعدنا بإذن الله يا رب العالمين. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح حارث النوفلي، ونشكرك على هذه الاستضافة الجميلة، يعني أطربتنا ويعني استمتعنا معاك أيضا من خلال هذه المقابلة. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعطيك العافية يا حارث وسلام للجميع بإذن الله. شكرا يا الله. شكرا لك. إذن كذا نطوف وياكم مستمعينا بين الجانب الثقافي، بين الجانب الرياضي، بين الشعر، بين كل الأصعدة نحاول أن نغطيها، وكل الناس اللي كذا يعني تعبر عن مشاعرها الصادقة في هذا اليوم المجيد. واحد من المستمعين يقول نخاف تسمع صوتنا ونتشربك تتشربك الحروف. الله عليك تتشربك الحروف لأنكم يعني وإحنا وياكم بعد ترى ما نعرف كيف نعبر عن سعادتنا بهذا اليوم. أنا أحس خالد اليوم ما أعرف كيف أعبر عن شعوري، أحس بين شوي لازم ألخبط للي ما أعرف كيف أني أوصل يعني أوصل كلمات لي داخل قلبي للخارج. أيضا رسالة من أبو ريمة وديمة الله يحفظهم لك، قبل أن نقرأ رسالتك آمين يقول مساءكم 23 يوليو أرفع أسمايات التهاني والتبركات للمقام السامي مولاي وأبي وسيدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وينعم عليه بالصحة والعافية وأن يحفظه أينما تجلت قدمه، اللهم أمين يا رب العالمين. روح الفاصل نريح شوي يلا 24994 لسمع صوتكم 9473975 رسائلكم على الواتساب. مستمعين الكرام، في الفترة التي سبقت قيام النهضة كان المجتمع العماني يعاني من مشاكل ومعوقات عديدة وخطيرة تمثل تردي في قلة وانعدام التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية وأيضا السكن المناسب. أيضا لقد أدى هذا الشيء إلى استمرار ذلك الوضع إلى هجرة العديد من العمانيين إلى خارج وطنهم والعيش في الغربة من أجل
لقمة العيش. على سبيل المثال كانت النهضة أو كان في البلاد فقط قبل النهضة 3 مدارس تضم 900 تلميذ فقط لا غير على مستوى السلطنة من أقصاها إلى أقصاها. هذا كان في السابق يا خالد، لكن بعدما أطلق جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه نهضة شاملة في البلاد، كان أفراد المجتمع العماني هم المستفيدون منها. بدأت المسيرة واستمرت دائما عاما بعد عام، ولليوم دائما نرددها ونقول عاما بعد عام، والنتيجة كانت تحسن الأوضاع الاجتماعية في البلاد، حيث قامت النهضة تعليميا وصحيا، وأيضا تحسن الإسكان والبيئة، بل ورجع العمانيون إلى ديارهم وإلى التعمير أيضا والبناء. يعني في السابق كان العمانيون يذهبون إلى خارج الوطن من أجل المعيشة، ولكن بعد النهضة رجع العمانيون إلى البلاد مرة أخرى، وفي الوقت الحالي انطلقت مسيرة النهضة العمانية الحديثة نحو غاياتها، محققة طموحات الوطن والمواطن في بناء الدولة عصرية تحقق الأمن والأمان والتقدم والرقي للوطن والمواطن، كما تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة. وقد تحقق ما وعد به من تشييد دولة عصرية وبناء مستقبل مشرق، ولم يكن ذلك فقط مصادفة على أي نحو، ولكنه كان ثمر لتخطيط عملي متصل وفكر مستنير ورؤية شاملة تمكنت من تحقيق توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من موروثاتنا التي دائما ما نعتز فيها في داخلنا، ولليوم نحن نعتز بموروثاتنا العمانية القديمة التي دائما ما تكون حاضرة لليوم هذا، والتي دائما ما تتطلب الموائمة مع روح العصر والتجاوب مع حضاراته وعلوماته وتقنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة. فالذاكرة أيضا مستمعين الكرام جزء، فعندما نرجع قليلا إلى سنوات ما قبل نهضتنا العمانية وبعدها، بهذا الاسترجاع نهدف إلى أبرز تجليات الصورة الواقعة لتلك السنوات التي أصبحت في ذاكرة التاريخ العماني بمختلف صورها، لكنها تظل جزءا من ماضي الوطن وسيرته على مختلف الأصعدة ومختلف القطاعات. هناك تطور ومختلف الجوانب، يحدث التطور وما زال هذا التطور مستمر في كافة القطاعات. نسمع لتقرير سمعي وصوتي وياكم مستمعين عن قطاع السياحة وتطوراته. أسهمت التطورات المتلاحقة التي شهدها القطاع السياحي في وضع رؤى استراتيجية واضحة لقطاع السياحة في السلطنة، ليصبح هذا القطاع مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الوطني. ليأتي احتفال السلطنة بذكرى يوم النهضة المباركة مواكبا لتواصل الإنجازات على مختلف الأصعدة، ولترتسم خريطة طريق القطاع السياحي الواعد والذي يسهم في رفض الميزانية العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي عدد زوار السلطنة هذا العام حتى يناير شهر مايو 2019 1,400,000 زائر. تضمن عدد الزوار من السفن السياحية 187,000 زائر في نفس الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 48% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. وقد بلغ عدد المنشآت الفندقية بنهاية 2018 412 منشأة فندقية مقارنة مع 367 منشأة في عام 2017 بنسبة زيادة 12.3%. وارتفعت عدد الغرف الفندقية إلى 22,182 غرفة مقارنة مع 20,105 غرف بنسبة زيادة بلغت 10.3%، في حين ارتفع عدد الأسرة إلى 36,788 سريرا في عام 2018. وأسهمت هذه الزيادات في استيعاب الارتفاع في عدد الزوار وتوفير المنشآت الفندقية الملائمة وزيادة العرض مقابل الطلب، مما يجعل أسعار الغرف الفندقية أسعارا تنافسية على مستوى المنطقة. وفي هذا الصدد أشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات تصنيف من 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية شهر مايو 2019 من العام الجاري بلغ نحو 756,000 نزيل. وتم مؤخرا تقديم إعفاءات للمشروعات السياحية في محافظة مسندم، فقد قضت التوجيهات السامية بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم، استثناء من أي أنظمة معمول بها في هذا الشأن
الشأن بهدف تنشيط الجانب السياحي في هذه المحافظة، كما قضت التوجيهات السامية بأن يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد، والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة ب4% والرسوم البلدية المحددة ب5% بدءا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات. وقضت التوجيهات السامية كذلك بأن يتم الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15% بدءا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات. من ناحية أخرى، حققت السلطنة إنجازات عديدة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث اختارت المجلات العالمية المتخصصة في أسلوب الحياة والسياحة والجمال فوغ سلطنة عمان ضمن أحد أهم الوجهات السياحية في العالم لعام 2018. وجاء اختيار السلطنة الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط الموصى بزيارتها في عام 2019 من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن عدد 6 وجهات عالمية أخرى هي منغوليا وأوروغواي وباراغواي وبوتان وسيشل. كما تم استقبال زيارة أول سفينة إسبانية إلى موانئ السلطنة، ميناء السلطان قابوس وميناء خصب وميناء صلالة خلال مواسم 2018 و2019. حياكم الله مستمعينا الكرام، متواصلين معكم على الخير والمحبة دائما في هذه المساحة المفتوحة للاحتفال بيوم النهضة المبارك 23 من يوليو المجيد. الكل يعبر بطريقته عن حبه لهذا الوطن بالكلمات الصادقة من الشعراء، بالإنجازات المختلفة للمتسابقين، وأيضا بالتمثيلات المشرفة على كافة الأصعدة المحلية والعالمية لرفع اسم وحلب السلطنة حاليا خفاقا. هذه المرة نتوقف مع آدم الحبسي وهو فنان عماني، نقول مساك الله بالخير آدم، كل عام وانت بخير. كيف بالنور أخوي، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين، نشكر الله. كيف أمورك؟ والله الحمد لله طيب. كيف أخباركم؟ كيف صحتكم؟ الحمد لله نشكر الله. بداية مع كل ضيف كذا كلماتك بمناسبة هذه أو بمناسبة هذا اليوم. نعم تفضل يا آدم. السلام عليكم. أيوة آدم نسمعك تفضل. راح أقدم لكم الحين أغنية. قبل لا تقدمنا الأغنية شكلكم مستعجل. وش كلماتك بمناسبة يوم النهضة المباركة؟ كلمات أهني الشعب الأعمال بيوم النهضة المباركة. نعم. والله يديم سلطان قابوس يحفظه ويعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. اللهم آمين. طيب يا آدم يلا نسمع. راح أسمعكم أغنية سلطان العماني. نعم. العمانية الأخيرة. نعم. على غيم السماء نبقى ويبقى العلم، يا دار السلطنة اللي دخلها سلم، لا نخلف العهد قسم بالله قسم، بالحمد والشكر تدوم هالنعم، قابوس أبونا عزنا وفخرنا، منصور بالله حامي وطننا، هنا الشموخ هنا الوفاء، عمان تبقى رمز العطاء، عمان تبقى رمز العطاء. الله عليك يا آدم. وعمان تبقى دائما رمز العطاء. آدم ما شاء الله عليك على هذا الصوت الجميل، وحابين يعني من خلال هذه المناسبة الجميلة اللي هو 23 من يونيو المجيد، ودائما نسأل أي حد متصل له نفس السؤال اللي دائما ما نحب نسمعه من كل شخص، من كل عماني، من كل مستمع أيضا، إيش هي الكلمة اللي راح يوجهها خلال هذا اليوم الجميل؟ لا شكرا بمناسبة هذا اليوم الجميل، يعني احتفالية الشعب العماني في الانستغرام وفي باقي مواقع التواصل الاجتماعي احتفالية كبيرة، وهذه الاحتفالية هي شيء ما قصدها، وش اللي بتقدمه للمتابعينك من خلال الانستغرام أو حتى الناس اللي تحب تسمع آدم الحبسي؟ أقدم لهم الأغاني اللي عندي، الأغاني الوطنية. نعم. وأقدم الأغاني السبستونية. نعم. وفي أغاني خليجية ثانية. نعم أكيد. وأنا بعد من متابعينك يعني دائما ما أتابع، أنه
أي مثلا اللي هي الاحتفالات اللي تصير، أي مناسبة تصير، أنت دائما ما تربط الشيئين مع بعض. يعني اليوم اللي هو يوم النهضة المجيد وأنت ربطت أغاني اللي هي الأغاني الوطنية بهذا اليوم الجميل. يوم إيش رأيك ما نسمع أغنية ثانية بعد؟ في أغنية ثانية يلا نسمع إذا في. إنزين الحين بسمعكم أغنية صلاح الزجالي. نعم. عاد نحن طماعين وحابين نسمع كل شيء اليوم. إنزين ما مشكلة الأمور طيبة. يلا سمعنا يا آدم. عاش حبيب الشعب للشعبي لربه محروم، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. عاش حبيب الشعب للشعبي لربه محروم، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. يا فرحة عمت أراضينا ونور العيد ليالينا، عماننا بالورد والزينة كأنها عروس. عاش حبيب الشعب للشعب لربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس، احفظ لنا قابوس. الله عليك يا آدم. الله يحفظ يا رب العالمين. الله عليك وعلى هذا الصوت الجميل. يعني تسلم تسلم. هو لو تشوف شكل خالد الحين كيف مستمتع بالأغنية. على راسي والله. على راسي. تسلم تسلم يا آدم. شكرا لك، شكرا على وقتك ومشاركتك معنا في برنامجنا اليوم. تسلم عليك. يا مرحبا. إذن مثل ما نقول دائما في هذه المساحة المفتوحة لكم مستمعين على 24994 و9473975 نتريى مشاركاتكم وأيضا كذا رسائلكم بموضوع أو مش موضوع، هذا متعودين على برنامج الصبح، ولكن بيومنا هذا اللي نحتفل فيه وياكم مستمعين، يوم النهضة المباركة 23 من يوليو المجيد. طيب نروح لهذه المرة الفاصل ومن بعدها نرجع وياكم ونكمل مشوارنا في. يعني تعرف ايش لما قلت نروح لشو اسمه فاصل على طول يفبالي برنامج من غبشة، لكن لا حبيت المستمعين نروح لفاصل وراجع لكم اليوم برنامجنا مفتوح وياكم. ونقول في هذا اليوم خلاص احنا الحين من بعد الصباح دخلنا الى المساء، نقول مساء فرحة، مساء وطن، مساء ابتسامة لكل شخص عماني يعيش على هذا الوطن العزيز، لكل شخص ايضا مش فقط عماني، لاي شخص يتنفس هذا الهواء الذي مليء بنقول بالامان والسلام والفرحة، خاصة بمناسبة هذا اليوم 23 من يوليو المجيد. إذن على كافة الأصعدة مستمعينا كذا نرحب بكل من يستمع لنا على 97.5 و98.5 إذا كان في محافظة ظفار. أيضا تحية للجميع، نقول على كافة الأصعدة الكل يتميز والكل يعني يحاول أن يرفع اسم السلطنة عاليا على كافة الميادين سواء كان المحلية وأيضا العالمية، وأيضا يكون سفير للسلطنة في البلد اللي متواجد هو فيه. وأكيد كل شخص يمثل السلطنة ليس فقط داخل السلطنة وإنما حتى في خارج السلطنة، يمثل الدولة، يمثل سلطنتنا الحبيبة عمان التي دائما ما نفتخر بها ونعتز بها في قلوبنا وين ما كنا وين ما رحنا. نروح هذه المرة لليابان ولكن بصوت محلي من خلال ضيفنا على الاتصال أمجد الجديدي. أمجد أقول لك كومبونوا. كومبونوا نعم. هلا وسهلا. اوهايو 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 حاليا يقول لكم كومبونوا خلاص عاد كومبونوا في الليل بس احنا الحين في كومبونوا ولا لا؟ الحين ما في، الحين كونيسوا. افترنون كونيسوا افترنون. كيفك يا امجد وكيف امورك؟ والله الحمد لله كل شيء تمام، اخبارك انتم؟ الحمد لله طيبين نشكر الله. الحمد لله. طبعا امجد هو مبتعث سابق في اليابان، هو أيضا من الناس اللي كذا نشيطة بشكل كبير والمجيدة باللغة اليابانية. أمجد في البداية مشاعرك تجاه هذا أو هذه المناسبة 23 من يوليو؟ والله مناسبة جدا جميلة صراحة، أنا هني
مولاي حضرة صاحب الجلالة بهذا اليوم الجميل، يوم النهضة، وعني كل شعب عماني. وطبعا احنا كمبتعثين يمكن اكثر الناس نحس بالموضوع، ما ان ابتعدنا فترة عن الوطن وتحس قيمة الوطن انها تزيد في عينك بعد ما ترجع، وتحس انك بدك تكون جزء من الازدهار والتقدم اللي جالس نشاهده هذه الايام. طيب انا خاطر هذا الكلام اللي قلته الحين اريده بالياباني. بالياباني لا بتوهكم عادي، بس اهم شيء الناس تسمع. يعني عارفين نسمع احنا بنخلي عمرنا يعني عارفين، لكن بس بنمشي معه. اوكي، مثلا بقول لكم كيو واتكو بتسنوهي كيو وا انا اومان جيني انا فتسنوهي جناي انا اومان ني اومري جو جوزا مستوي ماشتا أرغاتو كوسايموس. اوكي يس يس كل هاي انت لما تبغى تسوي انك قول هي هي، يعني اساسا معاي في الموضوع. ايوه هي 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 الله شكرا لك يا امجد. امجد كذا نتكلم عن موضوع يعني بتعاثكم انتو وبتعاث طلبتنا في كل مكان مش فقط في اليابان. اليوم لما تكون هناك ممثل للسلطنة وسفير للسلطنة، خاصة في بلد بحجم اليابان، واحنا دائما يعني ناخذ اليابان كمثال لنا في كثير من الجوانب، كيف كان احساسك وانت تمثل السلطنه كطالب وايضا وسط هذا الشعب اللي يعني عنده الكثير من الاخلاقيات والادب اللي دائما يعني يحتذى فيها في كل البلدان؟ والله كانت تجربه جدا رائعه. عشت تقريبا 8 سنوات في اليابان. اللغه وبعدين البكالوريوس بعدين ماجستير. شعب مميز جدا، حياة مميزة، تأخذ منها أشياء كثيرة وفي نفس الوقت تعطيهم كذلك، لأنهم تقدروا تقول أن اليابانيين شعب بعيد نوعا ما، فما يعرف كثير عن الدول العربية، ما يعرف كثير عن عمان، فلما تجلس معهم وتخبرهم عن بلدك تحس أنه ينبسطوا ويروحوا يبحثوا بعدين أكثر، وتبين لهم أنه في بلد جميل عندها بعد الطبيعة، الناس، الأخلاقيات، نمتلك كذلك إحنا أشياء مميزة. فتحس أنك فخر أنك قدرت أقل شيء أنك تعرف عمان لشخص ياباني ولا مجتمع ياباني بسيط، خصوصا اني في الفتره الاخيره من ابتعاثي كنت متطوع في دور عجزه في اليابان. ما شاء الله. فكذلك يعني كنت اعرفهم، اسوي لهم تقدر تقول اخبرهم عن الثقافه العمانيه. صاروا كل اسبوع يجيوني يقولوا امجد تعرف عمان فيها كذا، امجد تعرف عمان فيها كذا. الله. في نهايه تقريبا الفتره هذه قالوا احنا حبينا عمان عن طريقك، وفي يوما ما اذا كان للبقيه عمر، يعني هم عاد اعمارهم كبيره 80 90 سنه يعني، ما شاء الله، ودنا لو نزور عمان لو مره واحده يعني. فنفس هذه الاشياء البسيطه تعني كثير، اقل شيء انك وصلت رساله، عرفت بلدك الجميل هذا بناس في اقصى الشرق، فشعور جدا رائع بامان. كيدو امجد، انت تقريبا يعني كنت في اليابان حوالي 8 سنوات، فمثل هذه المناسبات اللي هو المناسبات الوطنيه كيف كنت تحتفل فيها وانت خارج الوطن؟ والله واحد نحاول نسوي لنا أقل شيء شيء بسيطة في الجامعة مع الطلبة العرب كذلك، وكذلك مع السفارة العمانية في طوكيو دائما تكون في احتفالات العيد الوطني المجيد، يوم النهضة، فعاليات معينة نشرح عن السلطنة لليابانيين. فنفس هذه الرسائل البسيطة تعني الكثير يعني كاحتفالية في هذا اليوم. أكيد. طيب كذا تحدثنا عن موقف صار لك ما تنسى في أثناء ابتعاثك، يعني كنت أتمنى أن نقول والله هذا شيء يعني أنت تقول الحمد لله على النعمة أن احنا موجودين في عمان، شيء من هذا القبيل يعني. والله يعني يمكن الشيء الأكبر أنا اللي جد يعني لي العلاقات اللي موجودة عند مجتمعنا، الدفء الموجود في مجتمعنا العماني، هنا أكثر نوعا ما نفتقدها في اليابان. الناس مع انشغالهم بالحياة العملية الكثيرة، تعرفوا اليابانيين كيف يشتغلوا بطريقة جدا كبيرة من الصباح بالليل، العلاقات الاجتماعية عندهم ضعيفة، تحس انك توحيد في المجتمع هذاك مهما حاولت تكون علاقات من الصعوبة جدا، عكس المجتمع هنا تحس انك عندك اهلك، عندك اصدقائك، الناس لبعضها، الجيران، الحياة هنا ادفأ بكثير يعني. هذا الشيء الوحيد يعني من اكثر الاشياء اللي حسيت ان الحمد لله احنا موجودين في بلد مترابط بالطريقة هذه، مجتمعنا دافئ، الكل يحب الثاني، الكل يساعد الثاني، فهذه من أكبر نعم اللي الواحد جد يعرفها بعد ما يرجع. أكيد. وكانت عمان معروفة يعني ولليوم معروفة عمان بتكاتفها مع بعضهم البعض العمانيين، سواء كانوا يتكاتفون مع بعضهم مع العمانيين أو حتى مع الوافدين موجودين داخل السلطنة، فالعمانيين دائما ما يتميزون بهذا الشيء. الكل نفس الكلام يعني، فهي نعمة بأمانة قد يكون ما حاسين فيها لأن عايشين وسطها، بس اللي يشوفنا من بعيد يقول أنتم في نعمة كبيرة جدا يعني، وإن شاء الله الله يدومها وتكون من أحسن لأحسن إن شاء الله. طيب أثناء تخرجك أمجد يعني وأنت ترفع علم عمان، كيف كان هذا الشعور؟
والله كان شعور جدا رائع، لأن الكلية اللي تخرجت منها ما حد تخرج منها بنفس التخصص، وكنت الطالب الوحيد في الدفعة. تخصص هذه. أي تخصص أمجد؟ الماجستير كان تخصص اقتصاد تطبيقي. اقتصاد تطبيقي نفس جامعة فوق توكاي. نعم. فالدفعة كان فيها بس شخص واحد اللي هو أنا، فكان من الصعوبة جدا أن اللغة، الدراسة كانت باللغة اليابانية كمادة مواد أدبية، ما شاء الله. كان تحدي كبير بالنسبة لي أني أكمل بدون أي زملاء دراسة قد يكون ذاكر معاهم سهل الموضوع، بس الحمد لله تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، فكان هذا بالنسبة لي شيء جدا رائع يعني كإنجاز بالنسبة لي، وأقل شيء أني رفعت علم بلدي وعرفت الكلية والدكاترة أنه في طلب من عمان قدروا يعني يكونوا بالمستوى المطلوب. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين ويوفقك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وأمجد بس حابين كلمة حب ووفاء باللغة اليابانية توجهها للقائد السامي صاحب الجلالة قابوس بن سعيد المعظم، الله يحفظه يا رب. يعني حابينه باللغة اليابانية، بس بعدين لازم تخبرنا باللغة العربية على أساس نحن نفهمها. أوكي. مثلا نقول واتشتتشيوا سلطان قابوس وايشتيرو، إن بالعربي نقدر نقول إن كلنا نحب سلطان قابوس. يا سلام عليك. وخبر المستمعين مرة واحدة بعد، قولهم تابعوا شبيب أفهم. جاء أنو شبيب أنو راجي وإتمو كيتكو دستاي سوغو كو إي راجي دست. الله عليك. أريغاتو كوسايموس. أنا أقول لك دومو يعني عفوا. دومو يعني لما حد يقول لك شكرا تقول له أنه يعطيك العافية ولا عفوا تقول له دومو. طيب أنا أقول لك هذه المرة سايونارا. وانا اقول لك بعد سينارا. ما شاء الله خلاص ليش نصيف هذا. الله يخلي جوجل اخوي. وانا بعد فاتحه. يعطيك العافيه امجد. يمكن من الشباب اللي يعني كذا يعني حن نستانس معهم من خلال انهم رفعوا علم السلطنه بشكل مميز، يعني اليوم طالب وفي تخصص يعني عميق، خلينا نقول وسط مجتمع شوي صعب انك تفهمه، ويعني لغة جديدة، فصعب صعب الموضوع. أتمنى إنكم شفتوا الإعلان اللي سويته لشركة يابانية كان. أيوة. إعلان البرجر. أوه هذا كان. كان رهيب شفته. يعني وايد. خبرنا عن الإعلان هذا من دام إنه طريت. والله كنت خاطر يعني بعيد عن الدراسة بما إنك في مجتمع كذا، ودي كنت أطلع في التلفزيون الياباني بس كيف وليش؟ فجلست أدور من هنا الشركات اللي بيسوي فيها تجارب إدالي لإعلانات معينة يعني، وكان هذه أول تجربة إعلان لي. شركة برجر نفس ماكدونالد في اليابان تقريبا أشهر برجر عندهم، نفس أكثر من 2000 محل. والله سويت تجربة الأداء ومن كثر الحماس قلت للمخرج حتى لو ما اخترتني عادي عندي، لا أكتفي بالقدر هذا لحلمي يعني. بعد أسبوعين يكلموني إن إحنا اخترناك. يا سلام. سويت التصوير يعني ونزل في 5 قنوات يابانية لمدة 3 شهور، يعني تقريبا كل الشعب الياباني شافه. ما شاء الله. أنا كنت القناة في الطيارة شياب يقول إحنا شايفينك مكان. يا سلام. فيعني كانت تجربة جدا رائعة. أكيد. ويخلق شعور حلو بعد إن يعني إنك أنت سويت شيء في بلاد مش بلادك، يعني إنجاز عظيم. بالضبط. بعد هذا إن شاء الله بعدين في المستقبل راوي عيالي اليوم ما. يعني ذكرى حلوة. الله يعطيك الصحة والعافية. أنا هذا أمجد لازم أجيب عندي في الاستديو ضروري جدا. إيه والله. يعطيك العافية أمجد. أنت مفخرة جدا كبيرة للشعب العماني. أمجد وحق الوداع. وفي الوداع يقولوا مات صح؟ يقولوا سايونارا. سانيورا. سانيورا. سايونارا. 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 أوكي. طيب يا أمجد شكرا لك. مبتعث سابق في اليابان، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يعني من الدكتورة، من الماجستير إلى دكتورة إن شاء الله بعد. من إنجاز إلى إنجاز أكبر. آمين إن شاء الله جميعا. يعطيك العافية وأنت بصحة وسلامة. شكرا لك يا أمجد. طموح ما يتوقف عند شيء أبدا. أكيد الواحد تحط في بالك شيء وتوصل له، هذه أعظم نعمة. أكيد الواحد دائما ما يحب أن يوقف، دائما ما يحب يستمر في إنجازاته، يستمر في أحلامه، يستمر في أمنياته لين ما يحقق كل أمنياته، حتى لو حققها يريد يحقق شيء أكبر. أكيد. نروح مستمعين الفاصل، بعدها نرجع وياكم مع ضيوف آخرين ومحطات أخرى في هذه في هذا البرنامج المفتوح بمناسبة 23 من يوليو المجيد.
ودائما مكملين معاكم وحبتنا المستمعين في هذا اليوم المميز من ايام هذه السنه اللي هو 23 من يوليو المجيد اللي دائما نحب نحتفل فيه بكلمات الفرحه. يعني الواحد دائما ما يحب يعبر عن شعوره باي طريقه كانت هاي الطريقه، يعني لو كانت كلمات بس هاي الكلمات راح تعبر فيما في في فيما داخله. إذن مستمعين من خلال هذه كذا المساحة المفتوحة لكم نرحب بكل من حاب يتواصل معنا على 24994 و947-3975 لرسائل الواتساب. مجموعة من الرسائل إن شاء الله راح نطرق لها في قادم الوقت من عمر البرنامج. يعني احنا بدينا يمكن من ساعتين ومستمرين وياكم إن شاء الله لحد الساعة 9، لكن أنا وشيماء في ساعتنا الأخيرة ولكن الوقت يالس يداركنا، فناخذكم ونطوف وياكم في مجموعة من المحطات، مجموعة من الضيوف اللي ناخذهم بالاتصال معنا، وإن شاء الله راح تكون عندنا ضيفة في قادم الوقت في الاستديو هذه المرة ومع الجانب الثقافي والمسرحي بالأخص مع حيان اللمكي وهو ممثل ومخرج مسرحي في فرقة الدن. حيان مساك الله بالخير. مساء النور والسرور أخوي خالد، يعطيكم العافية وكل عام وأماننا بألف خير وكل عام وقابوسنا بألف خير والله يطول في عمره إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. رب العالمين. وحيان طبعا أنت من الناس اللي يعني دائما ما يكون متواجدة بالسوشيال ميديا سواء كان في مجال المسرح أو غيره من المجالات، فخبرنا كيف أنت ممكن تعبر عن لهو شعورك أو حبك لسلطنة عمان وأنت خارج السلطنة، يعني من ضمن الإنجازات اللي أنت سويت، يعني إنجازاتك لم تكن فقط مقتصرة على سلطنة عمان، كانت بعد اللي هو في خارج السلطنة خلال اللي هو المسرحيات اللي قدمتها، الإنجازات اللي سويتها في خارج السلطنة، فممكن تحدثنا عنها شوي؟ والله الحديث عن هذه الظاهرة الوطنية والمناسبة الوطنية تأثر على ما ننشره في مواقع التواصل الاجتماعي، ربما نظلم صاحب الجلالة في ما نعبر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي قناة كانت. وحب الوطن دائما يكون في القلب، وكل شخص يبذل جهوده جالس في هذا الوطن هو تعبيرا للحب اللي يقدمه عن طريق أي وسيلة كانت، سواء الإعلام أو المسرح أو أي مجال علمي ثقافي، هو تعبيرا للحب عن هذا الوطن. والحمد لله رب العالمين مواصلين في العطاء، مواصلين في الجهود، دام النفس والروح تنبضان بحب الوطن. وما نقدمه عن طريق المسرح هو فقط جزء بسيط جدا عما يقدموه لآخرين أيضا في حب هذا الوطن. أكيد. وحيان خبرنا بس اللي هو عن الرحلة اللي كانت الرحلة الأخيرة مع فرقة الدن المسرحية التي كانت في رومانيا. أيوة، كانت تجربتنا تجربة فريدة نوعا ما، وتجربة يعني فيها نوع من التحدي والمغامرة بأن نحقق هذا الحلم، والحمد لله رب العالمين تحقق بأن نشارك في مهرجان عالمي مش فقط في مهرجان محلي أو عربي داخل السلطنة وخارج السلطنة. طبعا في عدة مشاركات لفرقة مسرح الدين ولي شخصيا أيضا عن طريق مسرح في مختلف الدول العربية، وتجربتنا في رومانيا كانت حلم، والحمد لله رب العالمين تحقق بمشاركة 73 دولة، أكثر من 500 عرض مسرحي ما شاء الله، كانت عمان حاضرة بعرض مسرحي عربي. هذا بحد ذاته إنجاز، وهذا بحد ذاته كان تحدي بالنسبة لنا إحنا، كيف راح نعرض، كيف راح نمثل المسرح خير تمثيل هناك، كيف راح نقدم عمان بأفضل صورة سواء ثقافيا أو سياحيا أو خلافيا عن طريق تعاملنا مع السياح المتواجدة في رومانيا. طبعا مثل ما خبرتكم 73 دولة، في منهم يتحدث اللغة العربية، منهم يتحدث اللغة الإنجليزية أو لغات أخرى. كانت تجربتنا عن طريق مسرحية لقمة عيش، قدمناها باللغة العربية وكانت مترجمة بالأساس باللغتين اللي هي الرومانية واللغة الإنجليزية، وتعلمنا الحمد لله رب العالمين واكتسبنا أشياء كثيرة من خلال ما شاهدناه من عروض، ما شاهدناه من إبداع، ما شاهدناه من مختلف ما يقدم من رسائل أو أفكار من مختلف ثقافات مختلف الدول. ويعتبر إنجاز وبصمة للتاريخ هذه المشاركة لفرقة مسرح الدن ولشخصيا أيضا. نعم حيان، خلينا نتكلم عن الحراك الثقافي هنا في السلطنة وعالم المسرح بالتحديد، كونك أنت ممثل ومخرج مسرحي، يعني اليوم كيف تشوف يعني هذا الحراك الثقافي من خلال وجود الشباب المهتمين بهذا الجانب، أيضا وجود مؤسسات تعنى بهذا الشيء خاصة في معكم أنتم في فرقة مسرح الدن؟ والله ما عاصرناه من أو ما عشناه من لحظات أو مناسبات مسرحية كانت في السابق على حسب ما نقرأ في التاريخ المسرح العماني أو
هنسمع من الناس اللي عندهم عدة تجارب. كان في مسرح الشباب وتوقف لفترة طويلة من الزمن ورجع بمسابقة إبداعات شبابية، واشتغلت أيضا الكليات تشتغل في المهرجانات المسرحية سواء الداخلية أو ما تنظمها للمؤسسات الأخرى أو عن طريق المؤسسات، مؤسسة التعليم العالي ومسرح التربية نفس الشيء، مسرح التربية والتعليم، وأيضا مثل ما قلت لك إبداعات شبابية. هذا تختص فقط بجانب الشبابي، وهذا الشيء كثير ما يحمسنا وكثير ما يحفزنا بأننا نقدم شيء مميز في كل سنة وننتظر مهرجانات. الحين أنت لو تحسب مهرجانات في السلطنة ما عن 22 أو إلى 3 أو إلى 5 ومستمرة طول السنة، يعني سواء كانت داخليا في الكليات أو في كليات بشكل عام أو كمسرح شبابي أو ما تنظم المهرجانات تنظمها وزارة التراث والثقافة اللي هو مهرجان مسرح العمانة على سنتين، والقادم إن شاء الله راح يكون مهرجان أيضا مهرجان جديد بحلة جديدة اسمه زواج تنظم نفس الشيء وزارة التراث والثقافة، وبإذن الله تعالى راح يكون ضمن المشاركين إذا حالفنا الحظ إن شاء الله تعالى. وأيضا كل التوفيق. شيء بالشيء يذكر أيضا في تنوع جميل في السلطنة، عندنا مسرح شارع، عندنا المسرح الشبابي، وعندنا المسرح الجامعي، وعندنا مسرح الفرق الأهلية، وأيضا ما ننسى بيت الزبير دائما ينظم مهرجانات سنوية في مسرح الدائرة، وهذا الشيء نوع جديد في السلطنة. ونتمنى المزيد والعطاء والتقدم بالأفكار الفريدة والمميزة إن شاء الله تعالى. إذن هي جوانب مختلفة حيان في على صعيد المسرح وأيضا على صعيد الحركة الثقافية، خلنا نقول إذا صح التعبير بشكل عام. طيب هذه لا يعني هذه الأشياء اللي ذكرتها على صعيد محلي، اليوم الشباب وأنتم من ضمنهم، يعني كيف اليوم تكون مشاركتكم الخارجية؟ كيف الواحد يقدر يمثل السلطنة من خلال هذا المجال في المحافل الخارجية؟ هي دائما المشاركات الخارجية تكون أكثر استعدادا وأكثر حماس، لأن أنت ما راح تمثل نفسك أو تمثل الفرقة اللي رايح باسمها، أنت راح تمثل عمان. السلطنة راح تمثل عمان في الجانب الثقافي مثل ما قلت لك والجانب السياحي. هذا الشيء مهم جدا، مهم ان نحن كمسرحيين او كثقافيين بشكل عام لما نطلع خارج السلطنه نحاسب على هذا الشيء، وايضا يتم يعني رسم كل شيء بالمليمتر مثل ما يقول، واحنا من المطار الى الدوله الثانيه. ليش؟ لان احنا راح نمثل عمان، فهذه الاستعدادات تكون بشكل اكبر والحمد لله رب العالمين. الحين المجال مفتوح لكل الفرق ولكل شخص حاب انه يشارك برا، بالعكس الدول المجاورة والدول المغرب العربي أو أوروبا أو أي مكان كان مفتوح للمشاركة الثقافية، وندل على شيء دل على سياسة وحكمة السلطنة. أكيد وحيان أكيد وحيان يعني في خطط مستقبلية بإذن الله في اللي هو مجال المسرح إن شاء الله تعالى، في خطط قادمة وما راح نتوقف إن شاء الله دام مثل ما قلت لك في نروح نبض ونحن دائما في عطائنا ودائما في ما يخدم سلطنة عمان. أكيد وبعد حيان بمناسبة هذا اليوم اللي هو 23 من يوليو المجيد اللي هي فرحة وطن وفرحة أيضا مواطن لكل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، كلمة أخيرة حاب توجهها وتشاركنا فيها عبر أثير إذاعة الشبيبة؟ أقول أولا كل عام وأسرة الشبيبة بألف خير، دائما ما يتميزون في برامجهم في مختلف الأوقات. وانتم بخير يا رب. بالشكر ايضا الثنائي الجميل خالد البداعي وشيماء، يعطيكم العافيه على الاستضافه الطيبه. الله يعافيك. شكرا لك يا حيان اللمكي. لكل شخص سعى في اظهار حيان بهذا الحله، وكل عام وعماننا بخير. وكلمة شكر أيضا لفرقة مسرح الدين للثقافة والفن، ويعطيكم العافية. يعطيكم العافية كل اللي ذكرتهم يا حيان اللمكي، ممثل ومخرج مسرحي بفرقة الدين، هذه تحية خاصة مني لك. تسلم عليك يا مرحبا. طيب من حيان الروح نقول السلام عليكم في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون اللي مغيب يجيب الغنايم، اللي مطول الغيبات. حتى أنا تلعوزت في المثل الحين، يقولون حتى المثل نساء خالد. والله احنا دائما اخي خالد على السمع، دائما عندكم متابعين لهذا البرنامج الإذاعة الطيبة. يعني هذا أنا سعيد جدا حقيقة، وما تفكروا إن أنا خلاص راح أتخلى عنكم. لا لا، ما عزيز وغالي يا عيسى، عزيز وغالي، ما لنا غنى عنك. الله يخليك حبيبي. وش تقول بمناسبة يوم النهضة المبارك؟ والله أول قبل كل شيء أرفع أسماءية التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة ذكرى 49 لتوليه مقاليد الحكم في هذه البلد الطيبة وقيام النهضة الحديثة التي
يقودها مولانا، وإلى الشعب العماني، وأقول لك كل عماني ولكل مقيم في هذه الأرض الطيبة هنيئا لكم هذا اليوم، وهنيئا لكم الازدهار والتقدم والإنجازات التي ما زالت تتحقق وستزال تتحقق في بلدنا. اللهم آمين يا رب. عمان ودام عمان في تقدم وتطور أخي خالد. اللهم آمين. أنا سعيدين جدا حقيقة يعني هذا الإنجاز. طيب أكيد. وحاب أسألك يعني أنت بمناسبة هذا اليوم اللي هو 23 من يوليو، كيف أنك أنت راح يعني تعبر عن فرحتك وشعورك بهذا اليوم الجميل؟ والله أنا أعبر عن فرحتي وشعوري إن الحمد لله يعني كل يوم يتجدد عندنا، كل يوم يعني كل سنة يتجدد عندنا يوم، اليوم 23 من يوليو يعني نتذكر يعني عندما تولى صاحب الجلالة وقائد الحكم، وأن نحن سنشهد إن شاء الله إنجازات عديدة، وسنشهد تقدم أفضل ويعني وأحسن وأرحب. نعم يا عيسى، شكرا لك يا عيسى، شكرا على اتصالك. أنا حبيت الأخ خالد والأخت شيماء، يعني أنا طلبت من الأخوة في أحد التطبيقات العاملة في الأنظمة الذكية اللي هو الجلسة الذكية في تطبيق اسمه سمبل راديو، أنا طلبت منهم أن يضيفوا إذاعة الشبيبة FM. الله عليك، هذا جميل منك يا عيسى، شكرا لك. لأن اللي نزل هذا التطبيق زين، ويعني أنه هذا التطبيق يدخلك على طول في الإذاعات المفضلة. نعم يعطيك العافية يا عيسى، شكرا لك. الله يخليك. يا مرحبا، عاد لا تقطع عنها. لا ما قاطع عنكم، ودام استمر معاكم يعني. لا هو واضح انه بس اطلب منك طلب لو سمحت. قول لي انت المخرج ولا شايفان المخرج؟ لا اليوم هو. زين اطلب منك اغنية وطنية للمنشد بدر الحارثي وعبد الحميد الكيومي ان شاء الله. يا اذا في موجود يعني، بس انا اذكر الاسم. ايوه بدر الحارثي يا عمان يا دارنا كذلك تقريبا. ايوه عارف، انا عارف انا الاغنية اللي تقصدها. أيوة. لكن بحطها حالك ان شاء الله ولا يهمك. جزاك الله خير. يا دار اتوقع اسمها يا دار. يا دار. ايوه بالضبط هذه. ايوه هي ترى ما شاء الله سجوها وجميلة جدا صراحة، ويعني نحن لازم يعني نسمع نخبركم ان تسمعونا بعض الاغاني هذه تسمعها وانت تتكلم معنا الحين تسمعها. يا عيسى يعطيك العافية، شكرا لك. مشكور. شكرا لك على اتصالك. يا مرحبا. إذن كلنا هنا نحتفل من خلال هذه المساحة المفتوحة لكم مستمعين الأكارم من عبر أثير إذاعة الشبيبة، هنا اليوم وطني مختلف بهذا الإنجاز الكبير وبهذه النهضة الظافرة، واحتفالا بها معكم دائما وأبدا عبر منصة إذاعة الشبيبة FM. رحب بكل المستمعين ومستمعين الأكارم بمختلف الموجات، نرحب فيكم وأيضا تحية لكم اللي حاب يتابعنا بالصوت والصور، احنا موجودين بحسابنا على تويتر. ودائما ما نقول ان البرنامج لا يحلو ولا يخلو الا بسماع اصواتكم ومشاركاتكم. اللي حاب يتابعنا ويشاركنا على ارقام التواصل، اللي حاب يسمعنا صوته ما عليه غير انه يتصل على 24924 والواتساب 4739975. واللي حاب يسمعنا صوته هو في الاستديو، ايش نقول له؟ ها خلاص ما نقول شيء يعني. ودائما خالد نقول ان فرحة الوطن لا تقتصر فقط على الكبار، وانما يعني الكبار والصغار ايضا. فاليوم اكيد اليوم متواجده معانا اللي هي الشاعره الصغيره سندس السندس الحبسيه. اليوم معانا سندس، ما اعرف ليش لخبطت فجاه لما شفت سندس وهي جايه بالزيل الحلو مالها، زي العماني، وقاعده تشاركنا اليوم في الاستوديو. اهلا يا سندس. اهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله بخير. سندس يعني اللي عرفنا انش انت يعني من النوع اللي دائما ما يقول اشعار ويحب الشعر، فمتى كانت بداياتك في الشعر؟ بداياتي في الشعر كنت ابدا القي الشعر في المدرسه. كنت تقريبا ابدا من صف الاول. من صف الاول ما شاء الله. وكانت مشاركات في البدايه المدرسه، لكن هل شاركتي بعدين خارج المدرسه؟ ايوه شاركت في حفلات. ايضا شاركت في المملكه المتحده. الله عليك، يعني داخل السلطنه وخارج السلطنه. أيوة. وكيف يعني مثلتي اللي هو يعني مثلتي عمان خارج السلطنه؟ كان شعور حلو. كان يعني شعور حلو صح. وايش من الاشعار اللي شاركتي فيها خارج السلطنه؟ اشعار عن
السلطنة. عن السلطنة وعن عمان وعن قابوس، وأنا أشوف الحين خالد وهو يشوفني بنص عين وحاب يعرف إيش هي الأشعار المتواجدة اليوم معنا في الاستوديو. شوف أنا طلعوا لي إشاعة وقالوا إن سندس تغني بعد صوتها حلو. هاي الإشاعة أنا ما أعرف إنهم طلعنها. إحنا بنأخذ من المصدر الصحيح. تغنين ولا بس نشاد ولا بس شعر؟ لا بس شعر. زين يلا المستمعين يريدون شعر، نبي نسمع شيء. أوكي. يلا. هنا التاريخ متأصل ودون للحضارة سطور، هنا ذا المجد متوارث وعدناني وقحطاني، هنا عمان الاسم لامع ومن بادي الدهر مشهور، هنا قابوس قائدنا وحامي عز الأوطاني، علابه للوطن قامه بكل محفل جعل له حضور، سبق بالجود افعاله ولا جف يوم متواني، كريم ولو تجي توصف كرامته بغزر لبحور، خذ الكل وصف دامنه حصرته بشوف العياني، رعاك الله يا القائد ويجزيك العمل مبرور، ولك منا وعد ما يبور إلين القبر يقواني، تحية للوطن أهدي ولك يا صانع الدستور، نطق باسم الولا قلبي قبل تنطق بهلساني، وكل ما قلت أنا عماني أحسني بالفخر مغمور، أسير بعزتي شامخ ومتواضع بتلقاني، وبرفع راسي للأعلى فخور وماني بمغرور، فخر بالفخر من ذاته كل ما قلت أنا عماني، فخر بالفخر من ذاته كل ما قلت أنا عماني، وسلامتكم. الله يسلمك، صح الله لسانك يا سندس، حدنك فارك البيرك إن شاء الله. طيب سندس، من اللي علمك أنك يعني تلقين الشعر بهذه الطريقة وبشكل حلو ومناسب وخاصة في شعر الوطن؟ أنا يعني انولدت كذا، يعني إنه في الفتنة إني أقدر كذا ألقي، ونفس الشيء أمي هي اللي ساعدتني أكثر. تحية لأمك وأعطيها الصحة والعافية اللي متواجدة معنا في الاستديو وجالسة توثق هذا اللقاء لي سندس. طيب سندس، من الشعراء اللي يعني كذا تحبين تسمعينهم وأيضا تقولين قصائدهم؟ حمود بن وهجة، مازن الهدابي، فيصل الفارسي. أيوة بس الله، يعني ما شاء الله نوجههم أكيد تحية لهم. وأيضا خبرينا، يعني أنت شاركتي في مسابقات داخلية وأيضا مسابقات خارجية، صحيح؟ أيوة. طيب المسابقات الداخلية وش هي؟ حصلتي على جوائز مثلا في مسابقة؟ هو لا أنا ما شاركت يعني في مسابقات، لا بس أني ألقي. كإلقاء في 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 حفلات مثلا. طيب حاولتي تكتبين شيء سندس؟ شوي يلا نسمع شيء. شيء بسيط نسمع وبعدين بناخذ شيء وطني. وش كتبتي حتى لو بيت شعر واحد؟ سندس. قابوس المفدى سيدي يا عطاء يعانق السحبي، أمطرت عزا دائما بعمانا وأهلها النجبي، حضارة الأمجاد بك ترتقي وتاريخ أجدادنا لك ينحني، وقارا واحتراما وولاء لك يا أبي. الله عليك خلاص أنا هني ما أقدر. يعطيك العافية سندس. بعد نسمع شيء ثاني من القصائد. أنا من كثرة عشقي لك جعلتك للعيون النور، جعلتك نبض في قلبي، جعلتك دم شرياني، جعلتك صادق إحساس وجعلتك ترجمان شعور، جعلتك مصدر أفراحي وجعلتك دافي وجداني، وجعلتك للقمر راضة تشتت ظلمة الديجور، وجعلتك مصدر الهامي وعذب اللحن بلحاني، أغني واللحن ذكرى تجره نغمة المنجور، إذا من زاجره دارت تحاول تسقي غصاني، تعلمنا الصبر منك يا سيد تلحلا والحور، وكل ما زادت المحن يقوي الصبر ليماني، نعم قابوس وحدنا وجعلنا نلتحم كالسور، يكمل بعضنا الآخر كما أسس لنا الباني، نعم قابوس قائدنا وشهدنا ما عليه قصور، ما عليه قصور.
صح لسانك يا سندس، ما شاء الله عليك، يعني عمر صغير بس ما شاء الله عليها، يعني طريقتها في الإلقاء وايد حلو. شكرا. طيب سندس، من اللي شجعك في البيت يعني غير الوالدة مثلا؟ من اللي كذا يعني يدعم سندس ويقولها لا انت لازم تستمرين في هذا الجانب، لازم تقولين قصائد، لازم تحفظين قصائد، حتى لازم تكتبين قصيدة؟ من اللي شجع سندس اكثر شيء؟ امي وابوي. امك وابوي الله يحفظهم يا رب العالمين. وايش تقولين لحال ابوك اليوم؟ خلي يالس يسمع، انا متاكد ان يالس يسمع الحين صح؟ وايش تقولي له؟ اخلي شكرا لأمي وأبي يعني عشان دعموني وخلوني إني أوصل في هذا المجال. الله يحفظك يا سندس. بعد في شيء تسمعنا؟ لا أنا أريد أسمع شيء لحمود بن وهقة، بن مازل هدابي، فيصل. أكثر شيء ما أحفظ يعني أشعارهم، بس في كذا مقطع بسيط من حمود بن وهقة. يلا قولي نسمع. يقولون ليش عمان فيها من واستقرار، وانا اقول من يوطن على الجام يختبره، سكتنا وخلينا التعاويل للثرثار يحسب الناس المجيب تعرف الكبره. هو هذا القصيدة ما حافظه واجد. تحيه لحمود بن وهقة ولكل الشعراء اللي ذكرناهم قبل شوي. طيب تحفظين شيء في غير الوطني، تحفظين شيء ثاني؟ ايوه لامي، يعني لامي. يلا هذه موجوده وتسمعك الحين على الهواء مباشره، وايش تقولين حق امك من الشعر طبعا؟ الأم جمال وأمان، بها كل حنان، رقيقة ظريفة ليست مثل أي إنسان، كلماتها بها حكم وألحان، ضحكتها كعطر من ريحان، لا حرم من الله منك ومن قلبك الحنون. وشكرا. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يحفظك يا سندس ويحفظ لك أمك وأبوك. آمين. وإن شاء الله تكونين كذا شعرة في المستقبل. ما فكرت تشاركين شعر المليون؟ إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله، الله يوفقك يا رب. شكرا لك يا سندس على حضورك معنا في الاستوديو. سندس، كلمة أخيرة حابة تقولينها في إذاعة الشبيبة؟ يعني إحنا ما ناويين أبدا نروح عن سندس اليوم. أشكركم على الاستضافة وصراحة استمتعت هنا معاكم ومشكورين. يعطيك العافية يا سندس. إذا مستمعين نروح وياكم لفاصل، بعدها نرجع ونكمل مشوارنا في هذا البرنامج المفتوح لي يعني كذا احتفالا ب 23 يوليو. بعدها نرجع ونكمل مشوارنا. شكرا لك يا سندس، يعطيك العافية. يا مرحبا، حياكم الله مستمعين، متواصلين وياكم دائما على الخير والمحبة في يوم النهضة المباركة 23 من يوليو. هذا اليوم اللي كذا نفرح ونستانس فيه احنا كعمانيين، ونعبر عن فرحتنا من خلال كل المنصات، من خلال كل الأماكن، من خلال كل المواقع. ذكرى يوم النهضة المباركة مسيرة 49 عام من العطاء والتضحيات لها مكانتها أكيد في قلوبنا وكعمانيين، مكانة تربعت في القلوب وألهمت العقول لمواصلة العمل نحو رفع الوطن وإعلاء شأنه. أكيد. وفي هذا اليوم 23 من يوليو، اليوم اللي دائما كل عماني ينتظر على أساس أن يحتفل فيه بطريقته، يحتفل فيه بكلماته، يحتفل فيه أيضا من خلال اللي هي الأشياء اللي يريد يقوم فيها في خلال هذا اليوم، يعبر عنه عن شعوره وعن محبته لهذا الوطن العزيز عمان الغالي، وأيضا يجدد الحب والولاء والعهد سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وإحنا شيماء هنا في الإذاعة في شبيبة FM متواصلين مع المستمعين الكرام، ودائما نفتح لهم الفرصة من خلال هذا البرنامج المفتوح لحد 9 بإذن الله في مختلف المحطات. نقول السلام عليكم لمتصل معنا. المتصلين قال والله خالد أنا لازم أطلع معكم على الهواء وأقول كلماتي بهذه المناسبة. معنا سالم الجساس، نقول مساء الخير. مساء النور خالد، ومساء الخير أيضا لشيماء، مساء المحبة والوطن العزيز لكل مستمعين إذاعة الشبيبة. يعني في هذا اليوم المجيد في قلوب كل عماني ينبض بحب وسعادة لهذا البلد ولمولانا جلالة السلطان. أمين يا رب العالمين. وسالم يعني من خلال يعني هو اليوم 23 من يوليو المجيد، كلمة حاب تشارك فيها أو كلمة حاب توصلها للمستمعين اللي يستمعون لإذاعة الشبيبة، وخاصة يعني اللي حاب يشارك أو يحتفل بهذا اليوم اللي هو 23 من يوليو؟ أنا بأمانة أقول بس هي فرصة لكل عماني أن يعبر اليوم بهذه المناسبة. إحنا كل يوم نعبر بأمانة بحبنا لهذا الوطن العزيز ولمولانا جلالة السلطان، ولكن 23 يوليو يكون دائما استثنائي في كل المحطات الإذاعية أو التلفزيونية أو حتى في برامج التواصل الاجتماعي. يعني من البارحة وإحنا ما شاء الله
الجروبات ما وقفت، الرسائل الجماعية ما وقفت، أيضا الأخوة والزملاء أيضا في محطات البرامج الإذاعية ما وقفوا أيضا من الأغاني الوطنية من كلمات مولانا جلال السلطان المعظم. فلذلك إحنا اليوم بأمانة وتقريبا إحنا نرفع كفوفنا إلى السماء إلى ربنا بأن يعني يحمي هذا الوطن العزيز، وأن يبقي أيضا مولانا جلالة السلطان، وأن يشفي وأن يمنح بإذن الله تعالى بالصحة والعافية والعمر المديد. ما في كلمات ممكن أن نقولها اليوم. هذه الإنجازات العظيمة اللي أمامنا اللي نشوفها في كل زاوية من زوايا هذا الوطن، ما أعتقد أن يعني ممكن أن نعبر، لأن ندعو لربنا أن يعني يعطي الصحة والعافية لباني هذا الوطن العزيز مولانا جلال السلطان. أنا والله يعني من خلال هذه الكلمات ممكن أنا أقول كما بالفم المليان أني أنا مرتبك حتى وأنا أقول هذه الكلمات، لأنه شخصية عظيمة قائدة، يعني ما نعرف كيف ممكن نعبر خالد وشيء معنا. يعني مهما قلنا ومهما يعني اعتردنا من كلمات، والله الشاعر ممكن أنا سمعت قبل شوية للشاعر الطفل الصغير الجميلة الأنيقة سندس اللي عطتني هذه الكلمات، وأنا بأمانة كنت متفاعل، كان ودي أني أدخل في وسط هذه يعني الكلمات اللي كانت تعبر عنها سندس ونقول معاها يعني الكلمات والأشعار الجميلة هذه. فكل يعني ممنونين لهذه البلد الطيبة، وما يعني ما في كلام ممكن نقوله خالد وشيمة بأمانة غير كذا يعني. فشكرا لكم على هذه المساحة الجميلة، شكرا لوقتكم، شكرا لإذاعة الشبيبة على هذا ايضا البرنامج الاكثر من رائع، واللي اعطيتكم مساحه للتعبير ايضا. هذا اقل من واجبنا يا سالم. احنا والله ان يعني الرد ولو شيء البسيط من العرفان اللي قدم لنا هذا الوطن وبقائده العظيم اكيد صاحب الجلاله السلطان الله يحفظه ويسره رب العالمين. سالم الحبسي شكرا لك على صادق مشاعرك، شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا، يا مرحبا. يا مرحبتين. طيب انا كنت بروح للواتساب ولكن يا الاتصال، خلنا نقول السلام عليكم. انتصر البلوشي، يا مرحبا. يا مرحبا الساعة، حي ومسهلا يا مبدأ. يا مرحبتين، كيف الحال؟ الحمد لله طيب، نشكر الله. كيف أمورك؟ مبارك لكم ولعمان مسيرة قائد. الله يبارك فيك، الله يبارك في حياتك يا منتصر. كيف الأجواء الخريفية معك هناك؟ والله أبشرك ما شاء الله عليك يا أخي متابع، أجواء طيبة وأجواء طال عمرك يعني تزداد جمال بهذا التاريخ وهذا الإنجاز والأفراح الوطنية ما شاء الله في كل مكان. اللهم آمين يا رب، جعلها إن شاء الله كذا على دوم دائما إن شاء الله بإذن الله. هو يقول لما سألنا هناك ربعنا إحنا في صلالة وفي ظفار، قالوا لنا والله اليوم الشمس طلعت، ولما سألناهم أكثر قالوا هذه شمس 23 من يوليو. الله 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 الله. طبعا شوف خالد الناس ما شاء الله، وطبعا الأخت الإعلامية رائعة أيضا، الناس كلها تحتفل وترجم فرحتها بطريقتها المعينة. أكيد أكيد. أنتم الشبيبة ترجمتكم لفرح هذا غير. أكيد. يعني للأمانة ما بين الكل أنا متابع لكم. تسلم. تشريف تشريف يا منتصر. الله يشرف قدرك. أفرح بالكلمات الطيبة والكلمات الرائعة والإيجابية المنتقى حقيقة منكم كثنائي منتجم تماماً. الله يعطيك الصحة والعافية. من سيرتكم ومن تألق إلى آخر. ومن فرحة وطن إلى أخرى بقيادة مولانا حضرة. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. منتصر هو قال إنه والله الكل يعني عبر بطريقته الخاصة، أنا منتصر يعبر بطريقته الخاصة والمعهودة مني أنا شخصيا وبيسمعها المستمع الكريم الحين. والله أتشرف، أنا طال عمرك يوم احتفل أقول من وين ما جينا على الزود ضارين، مثل بسين المجد مثل العرين، يوم السلاحف تبغي القاع تستير جينا على روس المعالي وعانين. الله ما نخذل اللي يوم باقي طلبنا، وافين لاشتدت وفي السلم وافين، نحاور اهل الطيب بالطيب لكن من يعتدي له سيف قاطع وليلين، مبادئ من دونها نموت شجعان ولا نعيش وكل ابونا كريمين، نقود ما ننقاد والعالم شهود وعلى المراجل والزعامة عنيدين، من نهج قايد مختلف في مبادئه ولا بعد مخلوق من فكرة اثنين، يكفي نقول اسمه ويتفاخر الشعر قابوس بن سعيد سيد السلاطين، يكفي نقول اسمه ويتفاخر الشعر قابوس بن سعيد سيد السلاطين. أقوالكم تفخر بها كل الرجال وافعالكم ما تنحصر في الدواوين، من كثر ما نلتو من العز رايات كأنكم مع كل المجد الحليفين، من كثر ما نلتو من العز رايات
كأنكم مع كل مجد حليفين، نحبكم مولاي والفعل يشهد، وتاريخنا سجل فعول وبراهين، سيوفنا يوم اللغة تكره الغم، التوفي على يمن الرجال الشديدين، نرزف على صوت المدافع أربعة، ودخولنا البارود وركابنا الهين، أصدورنا من أجلكم درع قاسي، نثني قويات العزايم واللين، يشهد لنا تاريخ ماضي وحاضر، وتشهد لنا أفعالنا في الميادين. لهج قايد مختلف في مبادئه، قابوس ابن سعيد في السلاطين. والنعم، صح الله لسانك يا منتصر. بحمدنك يا أخوي، وسعيد جدا بالمشاركة. طبعا ما يخفى على الجميع بأنه أنا والأخ العزيز الإعلامي الرائع خالد البداعي كنا زملاء دراسة في يوم من الأيام، وطبعا جمعتنا مثل ما تقول المواقف اللي أكثر من رائعة طبعا، وأنا سعيد أشوف هذا التألق منك. حبيبي يا منتصر، الله. اللهم آمين. شكرا لك. أنا للأمانة سعيد جدا أنك تواصلت معنا ودخلت معنا بهذه الطريقة، وسعيد حبيبي جدا لكلماتك وشعرك اللي دائما أنا تعودت عليه بشكل شخصي، خلنا نقول من من من, من يعني الكلمات العذبة اللي دائما نسمعها من منتصر البلوشي. ما عليك سود، وأيضا تحية أجمل باقة شكر أيضا للعامية الرائعة الثنائي المنتجم، وركتم ومن تفوق إلى آخر ومن نجاح إلى آخر، بارك الله. اللهم أمين. شكرا لك يا منتصر، يعطيك العافية. مرحبا. يا مرحبا. يعني دائما الكلمات أول ما يقولونها على طول تدخل داخلنا، يعني نلتمس الكلمات اللي يقولونها المستمعين، دائما نحس بسعادتها وفرحتها، كيف أنهم يحاولون يوصلون مشاعرهم لنا ويوصلونها أيضا مش فقط لنا، نحن أيضا المستمعين اللي يستمعون للإذاعة الشبيبة. وأنا طول المقابلة وساكت ومندمجة مع المقابلة وما قادرة أتكلم من كثر ما الفرحة شاق ويهي اليوم. إذن مستمعينا الكرام، دائما ناخذكم في مختلف المحطات، يعني في كذا شيء احنا محضرين لكم، لكن اتوقع خلاص عاد يعني 10 دقائق عسى ان شاء الله انها تكفي للشيء الباقي، وما اتوقع انه راح يكفي ان احنا نذكر يعني كلماتنا ومشاعرنا وصادق مشاعرنا لهذا الوطن المعطاء. اكيد احيانا الكلمات لا توفي ما في القلوب. توقفوا وياكم مستمعين لهذا الفاصل، بعدها نرجع ونكمل مشوارنا في برنامجنا المفتوح والخاص ب 23 يوليو. جعل أيامكم إن شاء الله كلها فرح ومسر يا رب. آمين يا رب العالمين. إذن أحبتنا المستمعين، وصلنا معاكم لآخر محطاتنا، وطبعا اليوم ما أعرف كيف الساعات مرت بسرعة معاكم، ما ودنا أنها تخلص، لكن خلاص وصلنا كذا لآخر لحظات من برنامجنا لليوم. راح نكون إن شاء الله معاكم مستمرين في برامج أخرى خلال هذا اليوم، اليوم مفتوح بمناسبة 23 من يوليو المجيد، ودائما نقول ها هي سلطنة عمان يعني تعيش في نعيم وازدهار وتقدم ورخاء، يوما بعد يوم بنهضة حديثة بقيادة الذي وعد وأوفى بوعده وقاد عمان باقتدار إلى العالم المتقدم. يوليو هو يوم خالد في ذكرى عماننا الحبيبة. في الختام نقول إن عمان بأسرها تكون لمؤسس نهضتها وقائد مسيرتها المباركة كل المحبة والتقدير وأصدق العرفان والولاء والوفاء. تدعو للسلطان قابوس بالأمر المديد، وأن يمتعه الله سبحانه وتعالى بوفر الصحة والسعادة، وبأن تتحقق على يديه الكريمتين في الحاضر والمستقبل منجزات أكثر وأكبر ترقى بها عمان إلى أفاق من المجد، وتعاهد على الالتزام بتوجيهاتها السديدة والعمل الجاد المخلص من أجل رفع شأن عمان المجد والسؤدد. عاشت عمان الخير. كنا وياكم في هذه الثلاث ساعات مستمعينا، أنا خالد البداعي وشيماء السيابية، مشوارنا متواصل في هذا البرنامج المفتوح والخاص بالاحتفال والاحتفاء ب 23 يوليو المجيد لحد 9 مساء. أن تروحون بعيد، وخليكم دائما مثبتين على موجاتكم على موجة الشبيبة FM في كل الإذاعة وكل الوقت، احنا وياكم بإذن الله. عاشت عمان الخير. أنا هذه الغنية حبيبتني وايد. حياكم الله مستمعينا، وكل عام وانتم بخير، ودائما نقول عاشت عمان الحبيبة دائما وأبدا، وأكيد مع فرحتكم وأيضا اللي هي كلماتكم الجميلة وموت. خلاص أنا ما أقدر أعبر. حياكم الله مستمعينا، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.